المستشرق البريطاني RBC بودلي. هو الكولونيل رونالد فيكتور كورتيناي بودلي الذي يعرف اختصارا ب RBC بودلي. كان ضابطا في صفوف الجيش البريطاني وكاتبا وصحفيا ومستشرقا. ولد بودلي في باريس عام 1892 من سلالة توماس بودلين الدبلوماسي الإنجليزي ومؤسس مكتبة بودلي في أكسفورد. خدم خلال الحرب العالمية الأولى وقلد وسام الصليب العسكري عام 1916، ثم تدرج إلى أن وصل إلى رتبة كولونيل وعين مساعدا للملحق العسكري في باريس. قضى بودلي 7 سنوات مع بدو الصحراء حيث خالط الرحلة وعاش معهم ولبس لباسهم وتكلم لغتهم التي تعلمها معهم، تدين بالإسلام وأقام الشعائر الإسلامية، كما تزوج بدوية أيضا. ألف كتابه رياح في الصحراء Wind in the Sahara عام 1944، وفيه يحكي عن أقوى الانطباعات التي خلفتها تجربته مع البدو العرب المتمثلة في علاقة البدو بالله. كما ألف كتاب الرسول حياة محمد عام 1969. يقول بودلي: القرآن هو العمل الوحيد الذي عاش أكثر من 12 قرنا دون أن يبدل فيه، ولا يوجد شيء يمكن أن يقارن بهذا أدنى مقارنة، لا في الديانة اليهودية ولا في الديانة المسيحية. ولهذا الكتاب سحر خفي له تأثير عجيب في العرب، فقد حول الرعاة والتجار والبدو والبسطاء إلى قادة وبناة إمبراطورية ومؤسسي مدن كبغداد وقرطبة ودلهي، وإلى علماء وحكماء ورياضيين. وإن هذا الكتاب ولا شك لهو الذي عاون هؤلاء الرجال على أن يغزو عالما أوسع من العالم الذي سيطر عليه الفرس والروم، وقد فعلوا ذلك في عشرات السنين واستغرق ذلك ممن سبقوهم قرونا. رسالة السلام. رسالة السلام تقدمها رزيق حملاوي بقلم جمال رشدي.